عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معنا سي محمد فضيل بن عمر المقدم، والذي في جعبته الكثير من القصص، واليوم قصص وتاريخ الشفوي قصص والتاريخ الشفوي طبعا. في جانب الحياة الاجتماعية نعم، في جانب عن الحياة وادي الاجتماعية. سوف وحتى عن الجنوب كامل. نعم. نعم، وش هي القصة اليوم اللي راح تقصها علينا؟ والله الحقيقة الواقع القصص القديمة كاين، لكني سانت لي عليه قصة على حسب الروايات. القصة هذه في عام 1675 السيدي علي بن الحفصي، هذا عالم جليل تونسي وكان يقري في الزيتونة، لكني من عكسات الدنيا وكاش ما كان وقع له مشكل على حسب الروايات وكل شيء، قال نغادر تونس شو نروح اسكندرية في مصر نعيش في، يروح الأزهر الشريف يقري في الأزهر الشريف بالدراسة. بالدراسة، شو يروح يقري. يدرس. جاب كلمات قال يا سعد من باع داره ومن المال خم نصيبه وفي البحر ركب صغاره واسكندرية قريبة، إما أدوه النصارى أو في البحر جات غريقة، ويا قعدانك في بر تونس كل يوم تسمع غريب. وهز ولاده والدنيا كلها وراح لمصر من اسكندرية، ولا ودخل الأزهر الشريف يخدم في يقري يدرس. مدرس عالم جليل بطبيعة الحال. سيدي عبد علي بن الحفصي، وما أدراك ولا بدأ يقري في الأزهر الشريف. أعطوه المنحة، سعر ما يتعدش مثلا زهيد قليل. زهيد، هذا في عهد الملك فاضل، فاروق ولا لا فاروق؟ الله اعلم، في عهد الملك فاضل او فاروق، ما شنو فاروق. ثبت مليح. ملك يخرج هو من الجامعه ويروح واحد الفوال يفطر عنده، يشري شوي فول، كيفوت على القصر يوقف حدا البارير البروداج تاع القصر، يشوف العبيد يكسروا في الجوز واللوز للعتريس تاع الملك تيوس. تيوس، هاي فهمتني انا. نعم. هذا الحال كيفاش نا مدرس مدرس ناكل في فولات والتيس ياكل في اللوز وصن فيه. حيوان. نعم، قال يا رب اذا اتيت التيوس رزق التيوس بسهوله واهل الفصاحه رزقهم مسجون، يا ربي اتيني من التيوس اكون. والخدام يسمعوا فيه، قال له يا رب إذا أتيت التيوس رزق التيوس بسهولة وأهل الفصاحة رزقهم مسجون، أتيني يا الله من التيوس أكون حتى نعود تيس مثال. وراح يفطر، كي جاء الملك كتبها فيها قالوا له الخدام راه كاين واحد وقف حدا البرداج، هاو شو يقول؟ قال لهم هذا يكون كان علي بن الحفصي، برا كلموه. مشوا لعند الفوال يلقوه، قال له هي الملك هو يعيط له. جاء الملك يا سيدي كل شيء، قال له وش قلت؟ قال اني راني جاي باش نعيش في مصر وكل شيء، وراني مقري في الازهر الشريف، وما لا يعطوا فيا في سعر مبلغ زهيد. وكي جاي شفت التيوسة يكسرونها في الجوز وفي فيه العبيد، راني قلت يا رب اذا كان اهل اتيت رزق التيوسة بسهوله واهل الفصاحه رزقهم مسجون، يا رب ياتيني من التيوسة اكون. قال له اسمع، قال له روح تريح البر. وقال الخدام اعطوه طرف ذهب لعائلته وخلوا له المؤونه وقش ومواد غذائيه والدنيا كلها وخرجوه من مصر. قال مسحتوه يروح الليبيا، والليبيا يروح قال يروح تونس راح انتشر يثور عليه الشعب. وبالله كفى. وبالله كفى. هذه واحدة من القصص اللي في جعبة نعم، سي محمد بن فضيل بن عمر، من قصص يعني تراث سوف. تراث سوف. نعم، نزيد أخرى. معلش يسيبه أيوة، هذا. كاين عام 1946 في الحرب العالمية الثانية، كي يجي واحد العام تاع مجاعة وما فيه كان حلبة لهنايا، كان حلبة تتباع، فور الحلبة لكرمه وتعشى.
فهمتني انا؟ اه حتى الفيران واللمان في الحوزه تاعت التمر فارغه، اللمان يمشي ويجي والفيران يطيط زوزي، صافي مجاعة كبيرة. مجاعه كبيره ياسر. ولا عمي تفهم فيها البشير بن عمر بشير صغير، قال عامل حلبه وياكلها تبرق عن قلبه. اي حلبه مش معيشه. فهمتك. قال عامل حلبه واللي ياكلها تبرق على قلبه، ماهيش تجاره، طعمتها بضعه بمراره، نعرفها كل الحراره صفي ما هو شرب شرب. واما العشي وراها كميره حتى شيء، صوت الحوزه فيها الزي في رانها كامله تتراغى، واللمان يغدي ويجي ما قلنا ما تحت القاع. هاو في سوق البياضه جاب البون فرنسا بطه سردينه وطرف خبز، قال جابوا لنا الحوت في حكايه مخمر محطوط من كل الهوت، ما تعرف له حتى زي. يا ربي يا سرغوت ربي ما عنده شوي، يا ربي بدلها الخلاقه اللي عاد تقتلها، اعجل هات لها في ساعه وقتلها لا تيها بساعه. عامل حلبه اللي يدوقها تبرق عن قلبه، كونه مش من البون تاع النصارى هو اللي فك درك غلبه. عامل حلبه اللي يذوقها تبرق على قلبه. وبالله كيف ثاني شيء واحد العام تاع الروز، الروز عام الروز وبالي ثاني. وكان الحاج احمد بن عطا الله يرفع هو حفه ولده في الغوط في الرملة. في الرمله، ويرفع والزروب ما كانش والريح يهبط في التراب وسمو فيه، معاناة كبيرة. معاناة كبيرة، الشر والخدمة والدنيا كلها، احنا خدمة تاع محابيش. فهمتني؟ قال والله يا الأولاد كي نشوف النفة تالي درك القلب ما يصفى، الدرك اللي جاني عتراب عذبني وفرغ مالي، اتلزيت عن باطن صعيب وعالي، ونشوفها تطبل عظامي الرفة لا تنجدي عني وعن حالي، ما دامني في حدنا وحفظ. الدرك اللي جيني عتراب نرفع فيهم وليلي، في الليل قبلي وفي النهار شهيدي، كان صوت عجاج متوه فوق راس الحفه، ما تنجدوا عني عن حالي ما دامني في حدنا وحفه. قال الدرك في جيش عن عام درت الروس فيهم معاشي، له وقت رشرش مطر مجاشي، كان قبلي وغربي يضربوا درقاشي، كان صوت عجاج متوه فوق راس الحفه، لا تنجدوا عني عن حالي ما دامني في حدنا وحفه. والله يا الاولاد كنشوف النفه تالي درك القلب لا يصفى. وبالله كذا، بالله كذا نقولها خابزه يا جماعه.